هنتكلم في عدد محاور ونقاط. أنا آسف مستر الملك، أنا آسف بس اتأخرت على الميتنج، كان عندي مش مهم. ما بقاش فرقة معايا أعرف أنت فين. الاجتماع الشهري ده للأسف هيبقى مختلف في ظل الحادثة اللي حصلت امبارح. حضرتك عملت حادثة امبارح؟ ألف سلام عليك، أنا معرفش غير دلوقتي. طبعًا ما تعرفش، ما أنت لو كنت في الأوتيل يا فندي كنت عرفت. الحادثة حصلت في الأوتيل. الأوتيل اللي بنيته أوضة أوضة. رويال رويال. سويت سويت. أوعى تفتكروا إن أنا اتولدت في بقي معلقة ذهب. لا. ده أنا جايبها من تحت، ما تخافوش. ده حركة. جايبها من تحت قوي، ومش هسمح أبدًا إن أشوف إن الأوتيل بينهار قدامي بسبب إهمال الموظفين. يا فندم لو في أي حد من الموظفين مهمل، نقعد معايا يا فندم ونحل ونجرب ونشوف. على إيه ده كله؟ عنك أنت. أنا قعدت وعرفت وكررت. شكله بينبط عليك أنت. عليك أنت. قرار واحد بتاريخ اليوم، سحب جايزة شخصية العام الفندقية من مستر وسيم السريط. ليه يا فندم؟ ليه يعني؟ ليه شخصية العام الفندقية؟ أنا تعبت جدا عشان أبقى الشخصية دي، وأنت عارف كده يا فندم. لا يهمك، أول خبطة فيه هجيبها لك من جيبه. قرار اتنين بتاريخ اليوم، سحب وسام التفوق الفندقي من مستر وسيم السريطي. يا فندم ليه يا فندم التفوق يا فندم؟ طب خدني شاني التايكوندو، ما بعملش بيه حاجه وجنبه على طول. يا فندم انا متفوق جدا في الفندقيه، وحضرتك عارف كده كويس. خلاص يا وسيم سيبها له، ما دام شبطان فيها. بقول لسعادتك يا فندم كفايه عليه كده، ده لو اترزع مننا على الارض محدش فينا هيقدر يشيله. قرار ثلاثه اللي على الجاكيت بتاريخ اليوم، عزل مستر وسيم السريطي من منصبه كمديرا للفندق، وتعيين مدير جديد يتميز بالكفاءة اللي افتقدناها. رحبوا معايا جميعا بإسراء مدبولي مديرا للفندق. أنا ألف شكر يا فندم، شرف كبير جدا ليا، وإن شاء الله أكون قد المنصب ده، خصوصا بعد الشخصية الفندقية الراحلة وسيم السريطي. ألف مبروك، والله تستاهليها من زمان. يا نهار اسود، هتفنك مننا، لموا معايا بقى. أنا شلته من منصبه، شيلوه انتوا بقى من على الأرض. تحياتي. يا وسيم، بعد ما خدتها من تحت لفوق قوي كده، ترجع تاخدها من فوق لتحت؟ خسارة. مستر إسراء، أنت إزاي دخلتي هنا؟ عايزني أستأذن وأنا داخلة مكتبي؟ أنا آسف يا مستر إسراء، أنا مش واخد بس على الوضع الجديد. بسيوني، أنت يا بسيوني. أأمريني، أأمريني يا ست هانم. خد وسيم وديه على مكتبه الجديد. يا سلام، كمان عاملة له مكتب. الله على طيبة قلبك ورقة أخلاقك. ليك مكافأة آخر اليوم. عيب يا ست هانم، وأنا مستني مكافأتك. وإيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده يا فندم بلم حاجاتي من المكتب، يعني هفضي المكتب لحضرتك حالا. طب ما تاخدش معاك حاجة تانية إلا الباب وأنت ماشي. اضحك. مش قبل سعادتك يا فندم. ليك مكافأة تانية. بعد إذن حضرتك يا مس إسراء، ممكن آخد الصورة دي؟ لأن هي صورة شخصية وليها معزة خاصة عندي. طبعًا، أنا كده كده كنت هرميهم عشان أحط صوري أنا لمديرة الجديدة. وأنت بسيوني، بلاش الطريقة دي، لأن أنت آخرك ساعة وهتتكشف، وهي هتعرف إن أنت راجل ملط. عديني. الله يا ست هانم، المكتب هياكل منك حتة. بره يا بسيوني. منتصر. مستر وسيم، معلش فداك الدنيا بحالها يا مستر. الحمد لله، هي الدنيا ما بتدومش لحد، ما انت عارف. بس يا منتصر تعالى وصلني مكتبي الجديد ده، انا مش عارف هو فين. لا، الجولف كار دي للمديرين بس. صح، للمديرين بس.
كان نفسي اقسم لك والله العظيم دلوقتي يا منتصر. ما هي مش دايما يا مستر. عندك حق. زي ما بداتها ماشي هنهيها ماشي. سلام يا منتصر. ايه ده؟ المكتب اتضيق القفل ده. يعني انا يا صندوق يعني ولا ايه؟ الاوفر ده المكتب ده. وايه الكرسي ده؟ الكرسي ده عالي قوي ده، هطلع عليه ازاي؟ بعرف اطلع عليه ولا مالك؟ زهقان ليه؟ المكان شرح وبرح واحلى من الاول. شرح وبرح ازاي؟ شرح وبرح، شرح وبرح ازاي؟ اتفضل، ايه الحاجات بتقع من حواليا؟ انا دخلت من الباب بتاعه بالعافيه. خلاص بقى يا عم، عمال تقول لي جايبها من تحت، جايبها من تحت، اديك اترزعت لتحت تاني. والله يا شباب التلاميذ، ما يصير رقم جلوس وحد يقف عليه. بتعملوا ايه هنا؟ لا ما بنعملش حاجة أبدا، ما فيش أي حاجة. ايه مالها شدة كده؟ الغربال الجديد له شدة يا سيدي. يلا والله عال قاعد على مكتبك وسايب الشغل. جرايه يا وسيم، اول يوم ليك في الوظيفه وهتخيب ولا ايه؟ لا حضرتك، انا بس عبال ما جيت من مكتبي القديم ده الحلو قوي ده لغايه هنا، وبعدين عقدت ساعه اصلا عشان نخش من باب المكتب ضيق جدا يا فندم، وقعدت ساعه تانية عشان اطلع الكرسي. الكرسي عالي قوي عليا وضيق جدا عليا، ده مش كرسيه ده. دي مقصوده، ده مقاسك. الكرسي التاني اللي كان واسع عليك قوي. شغل البروتات بتاع زمان ده خلاص انتهى. اوعى تكون فاكر ان انا مش فاهمه الشغل يا وسيم، لا ده انا جايباها من تحت قوي. قدامي يلا على شغلك. حاضر حاضر وسيم. نعم. ما تعيطش. لا اعيط بقى بزيجي بقى. بقول لك ما تعيطش. اعيط بقى براحتي، ده في مكتبي بقى، اعيط براحتي، ايه المشكله؟ ما اطلع بيقول ايه؟ اهو اهو ما بعيطش. ازيك يا ايسو؟ ازيك يا حب؟ ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ مفيش، كان عندي شويه حوارات كده في الشغل. معلش يا حبيبي، انت عارف ان انا عندي خبر حلو قوي؟ انا اترقيت. احلفي. اه والله بجد اخيرا. الحمد لله. يا طب كويس ان حد فينا عنده خبر حلو، ده انا عندي مصيبه في الشغل. ليه بس يا حب؟ مفيش، عملوا لي داون جريد كده درجه ولا درجتين. انت الفتره الاخيره اللعبه خليتك مش مركز خالص، يعني انا مش عارفه اقولها لك ازاي، بس انت بقيت فاشل في شغلك يا وسيم. فيها يا اسراء؟ مش عايزني انبهك لما تكون بتضيع شغلك وبتضيع مستقبلك؟ انت بقيت فاشل يا وسيم. فيها يا اسراء؟ احنا مش متفقين نفصل الشغل عن البيت؟ لا يا حب، ده كان زمان. انا بقى ما بفصلش وبدخل الشغل في البيت. الايه ها؟ الشغل. الايه ها؟ الشغل بقول لك. ها؟ بقول لك الشغل، الشغل. انا مش مجنونه زيك اضيع مستقبلي زي ما انت عملت، ياللي كنت احسن ريزرت مانجر. في ايه يا اسراء؟ في ايه؟ انت بتقاطعني؟ انت بتقاطع مديرتك يا وسيم؟ انت عارف انت في البيت ده هنا ليه؟ عشان روحت من الشغل. لا يا حبو، عشان انا خليتك تروح وما بيتكش هناك. تحب انزلك شيفت دلوقتي عشان تفهم؟ لا فاهم. فاهم يا ايسو. يا ايه؟ يا ميسز اسراء. اسمي ميسز اسراء مديرتك. يا ميسز اسراء مديرتي، انا اسف. طب بالنسبه للاجازات هنعمل فيها ايه؟ مفيش حاجه اسمها اجازات، طول ما انت شغال عندي وبتاخد مرتب يبقى تعمل اللي انا بقول لك عليه. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. ماشي يا ايسو. ما تعيطش طيب. لا عيطوش. والله ما تعيط، انا اسفه بجد حضرتك عليا. لا والله انا بس الجلاله خدتني يعني بريك الشغلانه الجديده، والله ما تعيط. ما تعيطش انت الاول. ما تعيطش انت الاول. ما عيط لاني زعلت. انا اسف. طب انا عيطش احنا انت مع بعض. انا عيط بقى، انا عيط. ايه ده؟ الباب بيخبط. ما افتح انا. لا يا حب خليك انت، انت بتعيطي. وسيم بيه ايه ده؟ وسيم بيه انت بتعيط؟ بعيط ايه يا متخلف انت؟ انا كنت بستحمى بس فالصابون دخل في عيني. انت بتستحمى بحاجات غريبه قوي. عايز ايه؟ عايز ايه يا زفت؟ ايه الجدع اللي اسمه مسيوني عند ست شوكر بيقول عايزكم بسرعه، انا خايف.